السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين شاهدنا يعني هذا غير اسم وليد صادي، يعني قوه ضاربه. وليد صادي قوه ضاربه في الجزائر الجديده، عرفتوا غير اسمه، غير اسمه برك طلع وحده جبنا ربحه من السنغال. لكن أنا نشوفه في الناس فرحانين للمدرب أكثر من المنتخب أمام يعني هذه الأيام، يعني الأيام تاع أنصار الله غالب. ما عندك ناس هذو اللي دايرين ذا المدرب ميز الله، دايرين عليه ضغوطات كبار، دايرين عليه ضغوطات. هذو هم هذو اللي دايرين المدرب، أنا هدرتها ونعاودها، هذو اللي دايرين المدرب ميز الله هما اللي دايرين عليه ضغوطات. قال المدرب ربح، المدرب منا منا، وكي يخسر هما يدوروا عليه. على السيمانه اللي فاتت نهار اللي لعبنا مع طنزانيا، اش قلت لكم الخميس اللي فات، هذاك المخنث قلت له يا ودي ما دورش غادي تربح في السنغال، باش خاص الدور غادي نربحوا في السنغال. انا على بالي بلي غادي نربحوا، كان على بالي بلي نربحوا، كان على بالنا بلي نربحوا في السنغال، على بالنا والاربي تاع موريتانيا راشيد مجيبه وجماعه ومنا ومنا، يعني عارفين واش كاين، راه على بالنا واش كاين. يعني بنشكروا راشد نجيبة، يعني وين هو اللي في هذه المباريات هو اللي يعني مشكور مشكور مشكور. وزيد إيليو سيسي، يعني وين لعب لاعبين يعني صغار صغار السن، يعني 15 عام 18 عام 19 عام، وزاد دخل واحد عنده 15 عام. شو كيفاش هذو اللاعبين باش يكون على بالكم؟ ها الناس اللي تخدم خويا، شو الناس اللي تخدم، يعني واستغل كل، يعني استغل كل اللعابه، استغل التغييرات كاع استغلهم. حنا وقيله 88 دقيقه كنا يعني تغييرات اضطراريه، في غولي نزر خرج وبنجاح خرج فالك، اضطرارات يعني تغييرات اضطراريه 88 دقيقه ما عرفناش علاه. المهم حنا وين حنا نبغوا المنتخب الوطني في القمه وفي المستوى، وهذا هذه النتيجه لا يجب يعني باش يكون على بالكم، لا يجب ان تنسينا ان هناك اخطاء بالجمله وهناك عمل كبير. اليوم حارس مادريا كان رائع، ونزيد ان السيسي جرب العديد من اللاعبين الشباب منهم نجوم الشان، يعني بابي ديالو 18 سنه، مالك بابي 18 سنه، وامين كامارا 19 سنه، وبعض الاخر يلعب اول يعني والثاني مرة مع السنغال، منهم جاكسون نجم تشيلسي اليوم وسط الدفاع فيه خلل كبير. عيسى الذي كان ميت وسط ميدان دفاعي لا يوجد بديل، في انتظار عودة بن طالب هجوميا، يعني لازم البحث عن رأس حربة حقيقي ينافس بنجاح، لأن غويري يلعب أكثر جناح أيسر وليس مهاجم. عموما النتيجة يعني خدمة المدرب، خدمة المدرب وخدمة الهيصر. نورمالمون المدرب نتيجة هذه مباراة مباراة وصاي. خاطر شاهدنا لي بارك ناس خارجة وقعد تحية المدرب، قعد منا مدرب يا ودي خلو انتوما اللي راكم. تبقى حايم يقول لك المدرب سكتكم. ولي كسر خير إيليو سيسي، كسر خير إيليو سيسي. شوف حنايا صار كيما نهار اللي لقينا نيجيريا في اكتوبر 2020، اكتوبر 2020 وربحناهم 1-0 وحسبناها، لقينا مصر، لقينا تونس ربحناها 2-0 وحسبناها، لقينا غانا وحسبناها، درنا ماتش من نيل مع السيراليون حسبناها 35 مباراة. يعني ما فهمناش ناس هذو وين مساكين. الله غالب الله غالب الله غالب، لازم 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 بزاف صوالح. حنا نشوفو يعني من جانب، انا نقول بلي مادريا مكسب كبير للمنتخب لخليفة مبولحي، هادي هي يعني ما الله غالب. شو كاين اللي الله غالب، كاين وين قد بدا التقديس المقدس مع التطبيل الهيصر طويلا على المقدس.
هاي نعم هذه راني معاك. بالماضي وليد صالي مع هذا المدرب لو كان ما يسمحش للعصابه اللي راهي لصوص قسما بالله لروحنا بعيد. بصح الى قعد يعني قارع يعني ما لو تعرفون كيف هذا المباراة هذا مكان هذا اللي تعرفوا نحن شبح الأسود يعني تاع السنغال وإيكابي والكاميرون شبح الأسود تاع الجزائر. يعني وين أظن أن عودة بالعبري قديولا بليلي منتظرة ستعطي قوة أكبر للمنتخب في كأس إفريقيا. هذه هي هذه يا خويا. هذا هو وين يمكن المنتخب الوطني الجزائري حسب الـ 2019 يعني وين المنتخب الحالي يمكن وضعه ضمن يعني خمس الأوائل منتخبات في العالم حاليا. ونورمال نورمال حطوا نورمال حسب هذا اللي يسموه. هذه هي فرق كبير بين مدرب يحوس مدرب نقولوا هاو نعاودوا فرق كبير بين مدرب يحوس يجرب في مباريات ودية ومدرب يلعب في مباراة رسمية بالفريق الثاني ومباراة ودية بالفريق الأول. هذا فرق كبير تعجبني تعمل يقول لك أداء ونتيجة تعجبوني من يقول لك أداء ونتيجة وين تعجبك حاجة برك وين الهيشر رجعوا بقوة للطقوس العبادة والتقديس. نذكرهم باللي ثاني ربحنا الكاميرون في عقد دارها وبعد ربع أيام أقصتنا في عقد دارنا بمدرب يعني ساكير وبأضعف نسخة للكاميرون. المغرب لحقت للنصف النهائي مونديال. السنغال ربحت كؤوس إفريقية في كل فئات من الرضع إلى فئات الشيوخ. وانا يعني نقول لكم بلي ما تفرحوش بهذا الشكل اللي راكم فرحانين لاجل مباراه وديه. الهيشر مقدسهم ربح مات رجعوه غوارديولا. هذه هي يعني ما تفرحوش بزاف يعني نورمال. اكاين الفوطة غادي يعاودوا يردوا الاخر كيسموه الدوسي تاع ايغيل باش يربح. يعني وقبول ملف وليد صادي وين انعش روح الحب الانتصار والاداء المميز لدى عناصر المنتخب الوطني وقدم افضل مع رئيس الشاب ان شاء الله ربي. هذه هي انا في الامام ايه بشوي عليكم
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم. صحيتو خاوتي.